رأي المميز لازم نتكلم مع كابتن ضياء السيد. كابتن ضياء، مساء الخير عليك يا كابتن. يا فاروق، منور يا فاروق، حبيبي ابو كباتن، ربنا يخليك. منور، ربنا حبيبي يا يخليك كابتن، ربنا يخليك. يعني كابتن، جمهور النادي الاهلي منتظر يوم الخميس بشغف كبير جدا، على امل ان شاء الله الفوز وتخطي العقبه الاولى في كاس العالم للانديه. رايك في المباراه كابتن، وقوه فريق الدحيله كابتن؟ وطبعا الشغف مطلوب، لان انت بقالك فتره ما رحتش كاس العالم للانديه، ما كانش كمان كان بقالك فتره ما خدتش بطوله افريقيا، صحيح. فخدنا التاسعه، فبالتالي رحنا كاس العالم للانديه، وهي بطوله احنا اول ما نشارك فيها وصلنا لاحسن نتيجه فيها كان الثالث، المركز الثالث. صحيح. دلوقتي مع المجموعه اللي موجوده ومع الجيل ده بقى عليهم يعني حاجه كويسه جدا انهم وصلوا لكاس العالم للانديه، لكن في شغل كبير لازم يفكروا فيه، انه الجيل اللي فات وصل للثالث، لكن في فرق بعد كده دخلت البطوله ووصلت لمراكز ابعد من الثالث. مظبوط كده. احنا كنا دايما بنشيد بنفسنا ان احنا وصلنا خدنا الثالث يعني. فطبعا انت عندك العين كابتن، رجاء ومازيمبي. العين، الرجاء ومازيمبي، فاصبح النهارده التحدي، وانا في رايي ان فرقه النادي الاهلي احسن من الثلاث فرق دول. تمام. لكن مش بالكلام. صحيح. اللي انا عايز اقوله انه الناس تقول لا ما تحطوش ضغط، لا انا بحط ضغط. لازم، انت فرقه كبيره، ما فيش حاجه اسمها ما بحطش ما هو ضغط. كابتن، انا بقول جزئيه طموح الجمهور بيخلي دائما اللعيبه مدركه ان الجمهور بتاعك لا يقبل غير ان انت تفوز ببطوله، حتى لو انت بتلعب كاس عالم انديه. يا فاروق، احنا كنادي اهلي دايما بنتباهى ان احنا بنروح الاكثر تتويجا، ونحن نادي القرن، واحنا اول من راح كاس العالم للانديه، واول من حقق البرونزيه، واحنا ده دايما كنادي اهلي وكجمهور نادي اهلي دايما بنتباهى بده، فده لازم يبقى واصل للعيبه، وانا اعتقد انه واصل للعيبه، لانه سيد عاصر ده، كابتن محمود الخطيب عاصر ده، اللعيبه سمعت وشافت، وكانت بتشجع الجيل اللي قبل ده، وكانت شايفه قد ايه الوصول للمنصات بيبقى مهم. فانا بشوف احط عليهم ضغوط، بحط عليهم ضغوط. الضغوط هي من تصنع البطل. صحيح. البطل القوي. صحيح. واحنا طول عمر اجيال النادي الاهلي اقوياء. الدحيل حقيقه الامر انا ما اتفرجتش عليه. يعني انا هو بطل الدوري يا كابتن، يعني بطل الدوري للمره الاخيره. ما انا بقول لك يعني كله انا بالسمع اسمع عندهم لعيبه اجانب كتير، اسمع قعدت اسبوع او 10 ايام اسمه ايه، احمد ياسر، اخو حسين ياسر، هو اللي كان بيعمل مداخلات الوحيد، وهو لعيب في الفرقه. يعني انا ايه، هو الوحيد اللي كل البرامج كانت بتتصل بيه، فكان بيقول 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 بيقول. فانا اهم حاجه عندي فرقتي هتلعب ازاي. صحيح. وهت التشكيل الامثل يا كابتن، وجهه نظرك بالنسبه للمباراه زي كده كابتن ده؟ بص يا فاروق، خد بالك انت كمقدم برامج، اقعد قول اللي انت عايزه. احنا لما بنخش ونبقى محسوبين بتبقى وجهه النظر بتاعتنا بتبقى يعني ايه، هي هنا دي بقى اللي انا ما قلتش عليها بقى ضخمة. يا اما يقول لك انت اصلك مش عايز بتقطع في موسيماني، يا اما يقول لك انت سيب المدرب اللي يقول. فهو الواقع الامر احنا نسيب المدرب هو اللي مع اللعيبه. بس في الجزء الفني طبعًا. احنا ممكن كل واحد له حريه الراي، يعني الجمهور نفسه بيقول لو يلعب بكذا هيبقى الدنيا طبعًا. يعني الامور، يعني ما بالك بقى كابتن ده السيد، واحد من نجوم النادي الاهلي والمدربين المميزين. مش حكايه ان انا خايف اقول، هو القصة عندنا الأمور بتبقى واضحة، الاختلاف بسيط جدا، والاختلاف ده هو دايما إلى الآن الاختلاف اللي احنا بنختلفه مع موسيماني، احنا اللي كسبانين مش احنا، احنا كمحللين أو كجمهور. هو دايما عنده خلل في اختيار الخط الأمامي، احنا ده شفناه في مباريات الدوري يعني. لكن الخط الخلفي ما شاء الله ومطمئن بشكل كبير، إن شاء الله هاني يكون خف، والشناوي هاني، وبدر، وايمن اشرف اللي هو نجم الدفاع، هو وبدر، وعلي معلول طبعا المتالق. نص الملعب احنا ما عندناش يعني، خياراتنا واضحه وما شاء الله هم متالقين بشكل كبير جدا. صحيح. السوليه وحمدي واليو ديان، وحتى اكرم توفيق يا كابتن لو اشترك كمان نفس المستوى بالظبط، سواء في الباك رايت او في نص الملعب. صحيح. لكن دول الاساسيين، اكرم لا، يبقى نمره اربعه،
هيبتدي بقفشه تحت راس الحربة، واحنا نفضل ده عشان نعمل استحواذ بشكل كبير جدا وقفشه فايق. الخط الامامي بقى اللي بيبقى عليه خلاف، عندك كهربا وعندك طاهر وعندك شريف وعندك واليا وعندك حسين الشحات، معرفش بيقولوا النهارده هو اشترك يا كابتن بقاله يومين بيشترك في التدريب الجماعي كده. اه ما هو ممكن يشترك في التدريب الجماعي، لكن يقدر هيقدر يبتدي بيه او مش عارف. فهو دايما الخط الامامي اللي فيه اختلاف، طاهر ياخد ولا كهربا؟ انا رايي بقول كهربا. طيب واليا ياخد ولا شريف؟ انا بقول لفاروق انا بفضل شريف في الوقت في الناحيه الثانيه حسين حالته وحشه جدا، يعني حالته وحشه، لكن لما يروح كاس العالم الانديه مع الطموحات انا بشوف ان حسين مهم. وبعدين بقى بوالي هيبقى معاك ورقه مهمه جدا. فانا الاختلاف هيبقى على الخط الامامي في لعيب او اتنين لعيبه. انت بتقول لي انا رايي، انا رايي انه طاهر وكهربا ومحمد شريف، الثلاثه دول اللي ابتدوا. تمام، ده وجهه نظري يعني. تمام، وفي الاخر يا كابتن اتمنى ان اي واحد من دول بيمثل اللي هو في حالته الطبيعيه، لان الحاله هي اللي بتفرق كتير ايا كان اللاعب اللي هيلعب. ان شاء الله كل التوفيق يا كابتن. اشكرك كابتن ضيا والله، اشكرك كابتن ضيا، ربنا يخليك. يعني مداخلتك مهمه جدا، ودايما رايك الفني دايما بيبقى صائب بشكل كبير جدا. كابتن ضيا السيد نجم النادي الاهلي، واحد من المدربين المميزين. خلينا اروح